عدد من مشاهير مغاربة أخفوا حياتهم الشخصية عن الجمهور. إليكم التفاصيل. تجنب العديد من المشاهير المغاربة مشاركة تفاصيل حياتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحوا يضعون حدا لخصوصيتهم تفاديا لأي مشاكل من شأنها أن تؤثر سلبا على حياتهم. وأصبح الكثير من الفنانين يتجنبون نشر يوميتهم على السوشيال ميديا عكس السابق، كما يدعون جمهورهم لعدم التدخل في أمورهم الخاصة ونشر صور ومعلومات عنهم، وهو ما قامت به المغنية ريم فكري بعد إعلان زواجها، حيث وجهت رسالة لجمهورها ولصفحات الفيسبوكية بعدم نشر فيديوهات حفل زفافها وكواليس العرس احتراما لها ولخصوصيتها. ونهجت الممثلة مريم باكوش نفس الطريقة التي اعتمدتها ريم فكري، حيث اكتفت بنشر بعض الصور التي أعلنت من خلالها دخولها القفص الذهبي دون أن تكشف عن هوية زوجها وعن أجواء العرس الذي أقامته قبل أيام. وبدوره أبعد الممثل أسامة البسطاوي حياته الشخصية عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جعل من السوشيال ميديا بوابة للتواصل مع جمهوره بين الفينة والأخرى وفرصة لتقاسم الإنتاجات التي يشارك فيها. واعتبر العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن إبعاد الحياة الخاصة للمشاهير عن الإنستغرام والفيسبوك خطوة جيدة لهذه الفئة، لا سيما وأن مجموعة منهم يلجؤون لمواقع التواصل الاجتماعي من أجل التباهي في الوقت الذي أكد الكثير من الرواد أن المشاهير المغاربة أصبحوا يبعدون جميع تفاصيل حياتهم عن الأضواء خوفا من العين والحسد.